لكل مشاهدي سي بي سي وبالاخص شافوا مفيده. زي حضراتكم رمضان كريم، يعني خلاص خلاص هم 3 ايام مش 40 ولا 4 خمس ايام على رمضان وخلاص. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب نكون لو قدرنا نعمل حاجه ان احنا نساعدكم وانكم تكونوا مبسوطين وتتفرجوا علينا، والشربيني دايما دايما يبقى بصحه ومعانا كل سنه وانتم طيبه وكل السنه المشاهدين بخير ودايما يعني رب مع بعض وتبقى عاده عمرها ما نقطعها يا رب، ويديم علينا نعمة الحمد لله يا رب العالمين. النهارده افتكاسه جديده من افتكاسات الشربيني، هيعمل لنا الفرخه اللي موجوده اللي حالتنا النهارده عشان احنا ما نزلناش السوبر ماركت، فاحنا عاملين لكم فرخه واحده بس. عامل لها ايه بقى؟ هو لم كل المكسرات والحاجات اللي هي الفواكه المجففه بتاعت رمضان وهيعملها لنا، هيعمل لنا الفراخ دي بالفواكه المجففه. فجاب اراسيا وجاي التين. بصي انا مش عايز اخزن الحاجات مش دي للسنه الجايه. ايوه وبعد العيد ما تفتش كحك زي ما قالوا، يعني مش هينفع ما بناكلهاش، فعايز اخلص منها على اساس ان انا ما ارجعلهاش تاني. تمام. وتاخد رطوبه وتعفن مش وقت، فاحنا نحاول بقدر امكاننا نشغل الدراي فروتس او الحاجات اللي هي المجففه دي في خلال اليومين اللي جايين دول عشان خاطر ما فيش حاجه مننا تضرب. طيب يعني النهارده نعمل فرخه محشيه بالدراي فروت. طب اعمل كده عشان بس الطلب مين؟ لبسي شفت نصر السعيد. نصر السعيد؟ لا مش ممكن. النبي ده مصري برضه. ما شاء الله. ليلى ديزاينز، بشكرك يا ليلى. هي اسم خشوا على الانستجرام، اسمها ليلى ديزاينز، هي اسمها الدكتوره جيهان، وهي ست مصريه جميله كده وديزايناتها حلوه وبسيطه، ويعني بتحترم جدا كل ما هو مصري. وانا اكتر حاجه عجبني النسر ده واحساسي ان انا لابسه حاجه مصريه. انت محترمه. كده هنقطع بصلايه. انا عايزه اقول لك ان في اميرات وملوك بيلبسوا من صناعه بلدهم لمجرد الترويج لصناعه بلدهم، وده مش عيب. انا فرحان بكده. الفكره في ان بس هو كله حريم حريم، مفيش رجالي علينا. يا شربيني ده شربيني ايه وبتاع ايه؟ بس شربيني احنا ستات، احنا بنحب نلبس كتير. احنا ستات ما نعرفش نكذب. يا دوبك جاكيت قميص، الحاجات ما فيهاش تفانين كتير. بس اوعدك اول ما الاقي والله العظيم في لو لقيتي في ديزاينر مصري ولد ممتاز بس بيعمل تيشيرتات، وكان بيطلع مع شريف. هشوف والله هشوف مره هخليه حاجه على شويه ترتر شويه مش عارف. لا مش ترتر يا شربيني عشان ما نتفضحش. طيب. ترتر وكده انا البس ترتر، لكن لما انت تلبس ترتر هنعمل احنا ايه؟ لا انا مش قصدي كده، يعني ما في فنانات بتعمل كده. انت بتعمل ايه هنا؟ دوم؟ انت هتعمل عصير دوم؟ اه. انا هاخد عصير دوم ده، انا بستأذنكم اخد عصير دوم معايا وانا مروح. يدوم عليك. يدوم عليا عشان انا بحب الدوم. مش خساره فيك، خساره عليا بس خساره ليك. انا اقرع ونوزهي يعني حاجه كده، ما اسيب كل الاكل واخد الدوم عادي مفيش مشكله. طيب انا اللي انا عارفاه ان انت هتشوح القراصيه والتين والمشمش. انا عندي مشكله يا شربيني، انا ما باكلش مكسرات وما بحبش الحاجات دي خالص. انا بص عندي عشق الكنافه والقطايف، بعملها بالسوداني والزبيب ولا الهوا ولا زي ماما كانت بتعملها، ولا لوز ولا ما بحبش. انا الله. لا ما بحبهاش انا، احبها بس كده. الناس يقولوا عليا فقريه. ماشي اوكي. طب انا اخر مره كنت عامل ديسك كنافه كده هنا، خدته معايا سقيته شربات وكلته. تخيل بقى انا اكتر حاجه في الكنافه اموت فيها، اولا القطايف بحبها ساده، الكنافه حلاوتها بالكاستر زي ما عملناها امبارح ورحنا مسقيين عليها الشربات دي تبقى تحفه. الراجل طلع عايش. اه عايش ومبسوط وبيدعي لي. او عم مدحت هو اول رجل في حياتي اعمل له صينيه كنافه. الحمد لله ربنا عطاها خير. عم مدحت افتكرها دايما طول الليل، كنت قلبي قلقان. عايشه وميته يا عم مدحت، انت اول واحد اعمل له صينيه كنافه في حياتي عشان تعرف بس. عشان تعرف وقالت هنا على اللي اكلها. والله جالي الصبح قال لي اول ما شفته طبعا حمدت ربنا ان كلهم عايشين. يعني انا هو دخل عليا الصبح ولا ايه؟ لقيته دخل عليا كده الصبح. اه والله حمدك يا رب. الحمد لله الراجل عايش، الراجل عايش. قلت له عديت يا ابني والله. حبه زعتر، حبه زعتر، حبه روزماري، حبه روزماري، شويه بابريكا على ده. ايوه على ده. هو مش ده، ما هو واخد ده. شويه كمون، كمون، شويه فلفل. اه ده شكله سويت اند ساور، انا قلت كده. ايوه شفت بقى الجمال ده كله؟ اوكي كده زي ما انت بتعوكي. انا بعوكي. طب هي شغلتي ايه على المدفع بررم؟ اه بصي بقى ايه؟ خد في على التليفون. الو مساء الخير.
حبة ملح. بصي 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 انا رايحك، انا رايح ما تعبيش نفسي. اوعي دي عشان مكسر ال اوعي دي بس اوعي دي احطيه ده من دوم ده من ميه الدوم شديد. اشتغلي اشتغلي ميه الدوم اشتغلي يا مات مر اشتغلي. لازم تكون في دماغك شغاله. شو بقى حبه الليمون دول كمان. انت شكلك ايه؟ انا اصلا سمعت الراديو بتاعك امبارح انت عمال تقول ان افتكاسات، شفت الناس كلها خدت بالها ان انت على طول بتخش بتعمل حاجه غير حاجه، مش انا بس روح يا بتعصر ليمون. ده انت تاكلي وتستمتعي، عايزه تاكلي وتستمتعي. ماشي وانا لغايه دلوقتي. ها حلو قوي كده، نطلع بيها بره. الله حبارك عندك العيب يا ست الكل. اللهم صل على ريحتها حلو بس ماشي. ايه بقى فين الصلصه والبتاع؟ هتدخلها فرن ولا هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ دقيق ليه بقى؟ دي تعملها شخصيه؟ ها تمسك مع بعضيها ما تخرجش من اللي كنتوا بتقطعيها. الدقيق ده يعملها شخصيه. ايوه يا عم ايمن سلام عليكم. عليكم ماشي. السلام. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا باشا. حبه ملح. ماشي. اهلا يا ايمن. اهلا يا شيفا. كل سنه وانت طيب يا شيفا. انا كويسه يا ايمن الحمد لله. شفايا عجبني موضوع شيفا دي. بعيني بقول لحضرتك عايز اعرف طريقه عمل البيت. حاضر على عيني يا عريس. حاضر. طريقه عمل البيتزا. تيجي نعمل يوم السبت؟ نعمل بيتزا يوم السبت. ايه رايك؟ هعمل لك 10 انواع. تيجي نعمل لكم بيتزا يوم السبت. انا كنت عايز اعمل فول وطعميه و ماشي جنبها. ما فول وطعميه لايه؟ ونعمل بيتزا. طيب خلاص ماشي. ماشي. واحد بيتزا. مفيش مشكله. ما هيبقى يوم كده بقى هنلم كل حاجه ايه؟ ماشي. حرش. طيب. ايه رايك؟ تبقى فولة كده. عشان هما ده تاني واحد بيسألنا او تالت واحد بيسألنا على بيتزا. هنعمل بيتزا كالسوني وبيتزا حلوة وبيتزا حادقة. ايوه. كل حاجة. ماشي. طيب. كده احنا نجيب الجوانت بتاعي. انت هتحشيها؟ هنحشيها بقى خلاص. هي محشية ده. مش البرام. لا. حلوة الفكرة. طب الجزر ده قطعهولك ولا عايز تعمل فيه؟ ده هنقطع اي تقطيعة عشوائية. اي تقطيعة عشوائية. عشان هيبقى بوكيه جرنيه تحتيها. ماشي هتعملهولك انا. البصل والبطاطس والجزر والفلفل الالوان. ماشي قبل ما انت تحشي. الو. اهلا يا سمر. ازي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. ازي حضرتك؟ كل سنه طيبه يا حبيبتي. ربنا يخليكي بعد الايام يا بابا. ربنا يخليكي يا رب. انا كنت عايزه اسال من حضرتك طلب بس. امور يا فندم. عايز اسال بس حضرتك، هو انت ممكن توصليني بس بالفنان محمد رمضان؟ عايزاه يساعدني في حاجه. لا للاسف الشديد للاسف احنا ما نقدرش نوصلكوا لا باي نوع من الفنانين. احنا بنعتذر ما بنقدرش. شكرا حبيبتي. اشكرك اشكرك يا بنتي. طيب كده هنا كبر قطعه شويه لو سمحتي. اكبر؟ شفتي بقى بعمل ايه؟ اهو هنحطها تحتها بوكيه جرنين. ماشي. هات بطاطس. معانا نوران على التليفون. اتفضلي نوران. الو. اهلا يا نور. ايه عايز اعرف ازيك يا شيف؟ مساء الخير يا فندم. عاملين ايه؟ كل سنه طيبين. بتاع الخشب الثانيه. مساء النور. قولي لي عايز تعرفي ايه يا حبيبتي؟ عايز اعرف فين الخشب الثانيه؟ وامور يا حبيبتي سمينه. طريقه الفراخ بالفريك. حاضر. الفراخ بالفريك حاضر. اشكرك يا بنتي. هي نفس طريقه الحشو اللي انت بتعملها دي. يبقى كده حضرتك عشينا. بطاطس اهي والجزر. فلفل برضو؟ ايوه يا باشا.
انا بقطعه كده عشان انت قلت عايز يبقى تحتها. ايوه عايزينه كبير. ايوه لو على اربعه حلو برضه مش مشكله. شفت كده دي عملنا ايه هنا؟ اهو هنعمل ايه بقى هنا يا ست الكل؟ ايه بقى؟ بعد كده ادي جوز الطماطم هترشها عليه؟ شوية زعتر تمام شوية ملح وفلفل وبعدين بقى تقوم حاططها وحاطط الحاجة كده اجيب الصينية بتاعتي انا ظبطت لك كل الخضار البصل كمان؟ ايوه يا باشا كله كله على اربعة كده هنجيب ده كده حبيبي يا رسول الله بصي ده الكمون حلو حلو مكينه كويس انا عايزه كبيره ادي روزماري ده البوكي جرنيه بتاعها اللي هناكله اللي هينزل بقى كل الحاجات اللي عليه اهو توابل شويه بابريكا على فكره اكل خفيف وظريف شويه كمون شويه ملح طماطم هو احنا هنعمل النهارده كحك؟ الكحك والبسكويت والبسكويت طيب استعدوا بقى احنا هندخل الاكله بتاعتنا كده اللي احنا عملناها دي سريعا سريعا وبعد كده هنستعد ان احنا نعمل اول حاجه كل سنه وانتم طيبين النهارده عندنا حاجتين هنعمل الكحك وهنعمل البسكويت كحك وبسكويت مع بعض بعد ايه؟ يا لهوي عشان احنا عاملين دايت بس يا جماعه احنا عاملين دايت انا فقدت العنصر ان انا اكلم معاك يلا دخلها الفرن كتب دي كده برضه تاني عشان فكت مننا بتاخد وقت قد ايه دي كده؟ عايز لها نص ساعه ساعه الا ربع واعرف منين بقى ان دي استوت لما جوز جوز خل خشب او شوكه او تسبيكس وتلاقيها جابت اوكي يلا بينا كده اهي يلا طب ناخد ابتهال قبل ما نمشي ايوه يا ابتهال اتفضلي ايوه ابتهال الو اهلا يا ابتهال لو سمحتي عايزه اعرف طريقة القلقاس باللحمة المفرومة القلقاس باللحمة المفرومة عمري ما سمعت على قلقاس باللحمة المفرومة يعني دي ده اختراع جديد نعمل اختراع جديد جلاش ولا قلقاس انا اللي سمعت غلط جلاش انا اسف يا عروس انا هعمل لك الجلاش باللحمة المفرومة ده عيني حاضر من عينيا الاثنين بس خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نعمل الكحك والبسكوت وبنرجع مره تانية يا جماعه استعدوا احنا هنعمل الكحك والبسكوت النهارده كحك الاول هعمل شويه سكر كراميل للدوم لعصير طب اقول لهم طريقه الدوم الدوم عشان يا جماعه ياخد مع بعضه واحنا شغالين اوكي انا كل اللي بعمله ان انا بجيب دوم مجروش وبغليه في الميه كتير كتير شايف واضح ان هو موجود هنا على النار اهو قدامي وبعدين هو بيعمل بقى السكر المجروش اللي مش عارف يعمله دلوقتي ده كراميل اللي هو مش عارف اللي هو بصوا سكر مجروش عمل فيه ازاي حرام مش سكر عارف يعمله مجروش مش عارف يعمله مش عارف يعمله حرام طب هاتي شربيني انا ساعدك يا حبيبي هساعدك اقعدي مكان انا هساعدك اقعدي مكانك والله هساعدك احرقك لا وقعدك على ساعه كبيره طول عمرنا كنا بناخده بنحطه على البتاع دي ونقعد وبعدين ناكله على حلويات لا حاجه ثانيه بس يلا احنا عيال فرافير احنا بنخربش ماشي طيب انت هتحط السكر ده على الدوم ويشتغل ويقعد هياخد لون جولدن عشان يبقى شكل الدوم الدوم هو اتعمل اهو جميل بس دايما لما بتيجي تشرب له غامق سنه ممكن احط عليه حبه لبن لبن ايوه انت عمرك ما انت عمرك ما شربت الدوم باللبن ما تقعدش تخبط كده عمرك شربت الدوم باللبن انا عايزه يبقى كراميل 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 لا فايتك كتير انت قول لي او لا هل شربت قبل كده الدوم باللبن لا فايتك كتير طيب اقعدي مكانك والله العظيم فايتك اقعدي مكانك انا استاذه خروف ودوم في مصر يعني المشروبين الرائعين اللي بموت فيهم الخروب والدوم فالدوم بيتشرب باللبن والخروب لوحده ممكن ساعات طب التمر الهندي لا ما احبش اشربه ولا قمر الدين احب اشربه او اكله لا ده ما احبش انا اكله اكله بودنج كده لا 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 ولا بودنج ولا ما بودنجش انا في الحلويات هي يا دوبك بص كنافه من غير كل نقدر ايه مهلبيه رز بلبن نحدد الكالر بتاعنا
كده نقدر نحدد الكالر بتاعنا. ده شوف دول عامل ازاي. ماشي فاتح اهو بص. اوكي دول شكل واحد. اوكي لو انا حطيت كده ما عملتش حاجه كانك ابو زيد مغازيل. ده كده في نفس الوقت السكر هيفيدني ان انا يبقى في ماده سكريه. اي يعني انت عايز تعمل دلوقتي؟ خلاص انا خلاص اللي عايز اعمله عملته. انا اغمق شويه وخلاص احطه على طول نكمل شغلنا. اه يعني انت عايزه يبقى اغمق من اللون ده. اه بص شوف حضرتك ده فاتح اهو. اه اوكي ده لون ده لكن خلاص دخلنا على غمقان اهو. يعني يغمق شويه وبعدين نحطه فيديله الغامق شويه. اه وطعمه جميل كده كراميل. خلينا نشوف صوفيا ونشوف سؤالها. ايوه صوفيا. الو هلو جايز. هلو انا بليز عايزه طريقه انضف بيها الفراخ. يا شيف انا مهما عملت بحس ان الفراخ برده مش نظيفه. معلش من عايزه تنضف الفراخ. الفراخ هذا حبه دقيق ذره وشويه ملح حطيهم مع بعض وشويه خل ادعكيها بالفرخه وخلاص. اه ادعكيها كويس. بص عوامل نفسيه. اه ادعكيها كويس جدا. اه لكن ايه حدد لها وبعدين حط لها تاني صوب سائل ولا هنحط لها لا والملح وسيبيها شويه في بس ميه بخل ملح بتطهر كل حاجه. لكن ممكن الانسان يبقى عنده عقده في حاجه. اه هم وحاسس ان دي عمر ما عمرها ما هتجيب. وبعدين على حسب ما انت كمان بتشيلي ايه من الفراخ. يعني تنظيف الفرخه المزاليكا لازم تشيليها كويس، لازم تنضفي الايدين كويس، الراس، يعني في حاجات كده بتبقى محتاجه انك انت تنضفيها عشان ما تديكيش ريحه في الفرخه، صح ولا انا بتكلم غلط؟ ها؟ صح يا باشا. صح يا كوين. شفت بقى هنا كده الدنيا عملت ازاي؟ اه غمقتها انت. انت بتعمل كده عشان تعملهولي؟ بصي اه ما عشان حضرتك امال ايه؟ والله انت يو ار سو كيوت شربيني. وات؟ كيوت كيوت. اه حطيت عليه ملح ولا عندنا كتوكيت. ماشي حاسب يا شربيني طرشق يا شربيني. طب بس روح بعيد عني عشان ما فيش حاجه تعملك وبتاعتي ترجع. يا قلبي بس كده انا شلت ايه؟ نص المسؤوليه. شفت بقى عامل ازاي بقى؟ شكرا. خليه يغلي بقى كده على ما يلا شربوا. يلا بينا نعمل يلا شربوا نعمل بقى الكحك. يا شربوا يلا يلا يلا. الاول هنعمل الكحك. الكحك الكحك المقادير ركزوا معايا كويس. قولي يا ست الكل. قولي كيلو دقيق. كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، معلقه كبيره ريحه الكحك، معلقه كبيره سمسم، معلقه كبيره خميره، كوب لبن دافي، رشه ملح، وممكن العجمية زي ما انتوا عايزين. ممكن احنا بنعمل العجمية دي عبارة عن ايه؟ العجمية دي بنعمل معلقتين كبيرة سمنة ومعلقتين كبيرة سمسم وكوب عسل ابيض واتنين معلقة دقيق، ده للعجمية. لكن المقادير الاساسية للكحكاية نفسها. أيوة. هنجيب كيلو دقيق اهو، نص كيلو سمنة اهو، معلقة كبيرة ريحة الكحك أيوة. معلقة كبيرة سمسم أيوة. معلقة كبيرة خميرة، كوب لبن دافي اهو، رشة ملح زي ما انت قلت يا فندم. ادي رشة الملح، نسيح حبة السمنة بس كده. اوكي ان شاء الله. العجمية للي عايز يعمله بالعجمية، يعني نشتريها من عند الراجل اللي هو بيقف في الشارع ده وبتبقى والله انا ما عنديش مانع انا اجيب شوية بلح اعملها في البيت. شوية سمنة وشوية بلح. سمنة انت عاملها سمنة وسمسم وعسل ابيض ومعلقة دقيق، يعني حاجة كده على قد الايد قوي 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 ومناسبة لكل الناس. هنعجنها. ده اللي احنا هندخل فيه كحك. ايوه خلنا هنعمل صينية وهنعمل صينية بسكوت. على عيني يا فندم. عشان يبقى ايه؟ عشان الوقت عندنا. درسوا كده لإيه؟ كده بنبسوا. بسوا يا رب. بنبس الكحك. ايه ده؟ انت ملبخ الدنيا؟ اه عشان ايديك كانت وسخة معلش. من غير ها ومن غير بتاع اهو. ايوه كده. ده بوتاجازي ده فرني جديد. اه دي ساكتة بقى اتفضحتيني. فرني الله ده ابتدت تحمر بجد شربيني. بصوا. ريحتها حلوة قوي. استنى ما الفها لك. ريحتها حلوة قوي قوي قوي. يا باشا. لا وايه؟ ما بقى الديناصور. اه ابتدت اهي تستوي الفرخة. استني بقى بالمرة طالما انت كشفت عنها. فين يا ابني الزيت اللي جبته؟ هات يا ابني ازازة زيت الحداد. خش عليا خش. ايوه بصي. دي عشان تلمع معانا كده وتغذيها تطلع حلوة ما تتحرقش منها. بعد دقيقتين فكرين احط لها ورقه المونيا على الوش. ورقه المونيا جواها؟ اه عليه بقى. ليه؟ عشان خاطر ما تحرقش. عشان تلحق كمان تستوي بسرعه. اه ماشي.
تغيروا المقادير بتاعه الكحك يا شباب لو سمحتوا، لو الناس فاتحه علينا. دي حضرتك بعد ما عملناها كده هنخليها ترتاح. طب انا عندي، انا عامله بقى حبه تانيين اهي. ايوه كده احنا عجننا اهي، لازم سيبها ترتاح شويه. الله اللهم صل على النبي عليك. شفت العجينه عامله ازاي؟ حلوه حلوه حلاوه. لازم ترتاح عندنا كده. ترتاح قد ايه بقى دي؟ ناخد لها نص ساعه. نص ساعه؟ وبعد نص ساعه تطلع كده. الخميره تنمو جواها، لان الخميره ده كائن حي بينمو بسرعه. فكده هنفين بقى القصه؟ ها؟ فين بقى فين البتاع؟ فين القصاطات يا ابني؟ فين القصاطات؟ ايوه انا فكرت قلت هو انا هعمل ازاي؟ فين الحاجه بتاعت البصام؟ هات بتاعت السكروب دي. فين؟ نسيوا يجيبوا البصامات؟ ما عندكوش وساطه؟ ولا بيهمني حاجه. ماشي. انت اكيد هتفتكس حالا طبعا. كواري بس اعمل كوز صغيره كده على ما اجي لك. حاضر يا باشا. انا بحب الكحك صغير. ها؟ هعمل اللي انت عايزاه، المثل اللي انت عايزاه. سهير، اهلا يا سهير حبيبي قلبي، عامله ايه؟ انا كويسه حبيبتي، انت ازيك؟ منوره ودايما كده، يا رب يخليك لينا انت وشيكي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. عارفه انا هتفرج على ايه تاني؟ خلاص رمضان هيخلص يا موسى. هتفرج على الستات يا روحي، على الستات. الستات احنا جايين لكم. ايوه ماشي يا مفيده، بس انتوا ليكم طعم خاص يا مفيده. والله المرات الجايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه وسلام لستيف، ودايما كل سنه وانتم طيبه كده على خير يا رب. يا رب الله يبارك لك يا فندم. كل سنه كل سنه وانتم طيبين، وعيد عليك بخير يا حبيبتي. طيبة حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. كده بس ايه، بنضف دي كده عشان ايه، نبصمها البصمه تبان. طبعا انت بتقولي عماله انا بلف ماتور ولا بعمل كده؟ طبعا انت بص بقى يا ستي، اني جاي لك، جاي لك يا ست. هو جاي كده اهو، نحطها كده. بحط لك فيها عجميه. حطيت عجميه جواها؟ في واحدة بس اللي حطيت فيها عجميه. ماشي يلا. مش كلها. هنعمل ايه بقى البصامة يا ستي؟ نحن جايين كده وعاملين كده اهو. عشان احنا نسينا البصامة بتاعت الايه؟ أنا نسيت البصامة والله في ايه؟ بس احنا كده. انت 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 بتقول لنا والله. طب شكله حلو. أنا مفيش حاجة عندي ما تطلعش. أخ أصغرها شوية؟ أنا زي ما أنت شغالة أنا معاكي. ماشي. أهو. هو ليه مش عايز يقفل معايا؟ بصي بعد كده تقفل معاكي ونص. شوف انت عاملها ازاي؟ هقول لك هنعملها ازاي؟ اهو كده. اقفلي. تقفلي مثلا. ايوه. بتروح الغرز دي كده اهو. حلوه العجينه على فكره. العجينه جميله. ماسكه نفسها. حبيبي يا رسول الله. ها؟ انا معاك اهو، انا معاك. بس اشوف الاختراع بتاعك دوت بس يشتغل. انت ولعه من الناحيه الثانيه. طب انت تعرف انت ان هو استوى؟ مش فاهمه. ها؟ تعرف انت ان هو استوى؟ ايه ده؟ هو خلاص استوى، هو استوى خلاص. يعني تعرف انت ان هو استوى؟ لما لونه بقى بيغير قدام مني يبقى خلاص استوى. عايزه توسع الخطوه؟ وسع الخطوه هنا. يعني انت النقش ده. الكحك بتاعي ده ما بيبقاش تخين؟ لا هو لما يخمر دلوقتي هيبقى حلو. الكحك لازم يكون حلو كده، مش لازم يكون. انت بتحبيه المقاس دوت خلاص؟ انا بحب المقاس. واحد ومقاس بحبه الصغير ده، بس طبعا في ناس بيعملوه اصغر من كده، بس لا لا ربنا يديهم الصحه. لا لا صعب صح؟ لا هو كل حاجه ليها اصول. ايه؟ قطمه واحده، بق واحد. ممكن نغير العجميه دي نعمل بيها ملبن. ممكن. بس ممكن نعمل مكسرات. ممكن. يعني اللي انت عايزاه تعمل ايه؟ محدش ليه حاجه حاجه. انا ارديحي. مش عارفه ليه. لا بالعكس انت كويس، انت بتحب حاجه كده يعني. امي بقى كان زمان بتجيب المناقيش. ضياء موجوده معانا، اهلا وسهلا ست ضياء، اتفضلي. ايوه اهلا. اهلا اهلا. اتفضلي. ايوه يا استاذه مفيده. اهلا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. كويسة الحمد لله، ازيك يا روح؟
ازيك انت؟ قولي لي عايزه حاجه قولي لي. طريقه الكعك لو سمحت. حاضر. ما هو حضرتك اهو بصي بقى. كيلو دقيق. خد بقى انا عشان تعبت انا فاهمها بقى. شفت بقى التقسيمه دي؟ كيلو دقيق ونص كيلو سمنه وبنحطهم كله على بعضه، معلقه كبيره ريحه الكحك، ومعلقه كبيره سمسم، معلقه كبيره خميره، وكوب لبن دافي، ورشه ملح. دي العجينه اللي احنا بنعملها دلوقتي للكحك. وطبعا الشيف بيخترع جميع انواع. عمل لي هنا مثلا اهو السبايدر مان كحك، وعندنا منشفه كحك، وعندنا سمول منشفه كحك. يعني احنا نسينا الحاجه نقف نمشي الكحك. لا طبعا احنا لازم نعمله ما عندكش اي حاجه تانية في المطبخ ينفع نعملها؟ طيب هنحط ده في الفرن. ده هنحطه في فرن. يلا نعمل البسكويت ونعمل لكم البسكويت عشان نقدر نجري ونمشي بسرعه بسرعه. يلا فاصل. وبنرجع مره تانية مع حضراتكم. قبل الفاصل احنا عملنا لكم الكحك، دلوقتي هنعمل لكم البسكوت. ايه رايك؟ اتفضلي. مقادير البسكوت كالاتي. سكر بودره. انا في الحلقه دي ببقى ماليش اي لازمه غير ان انا اقعد العب معاكم. طيب 1400 جرام دقيق. ايه ال 1400 جرام دقيق دي؟ انا عارفه كيلو 400 جرام. ها؟ ايه كيلو 400 جرام؟ ايه؟ كيلو 400 جرام. كيلو 400 جرام؟ طيب كيلو 400 جرام دقيق. وكيلو زبده. اهو. تمام. اول حاجه بنحط ايه؟ الزبده مع السكر البودره. مع السكر البودره قد ايه بقى؟ 400 جرام. ايوه ننزل بقى كده ونقعد نضرب فيهم شويه لغايه ما ايه؟ يبقوا لونهم كريمي. وبعدين نقوم منزلين عليها الدقيق. بسم الله. صح؟ ايوه. اللي هو كيلو 400 جرام. أيوة. وبعدين 8 بيضات معاهم بقى ايه؟ 2 جرام فانيليا و2 جرام ملح، 10 جرام بيكنج باودر، 10 جرام نشادر، وكوب لبن. والدنيا ظبطت معانا مفيش اي مشكله في الحياه. يوم ليك ويوم عليك. بس يوم ليك مكنه دي مكنه. يوم عليك يوم ليك ويوم عليك. فاكرين حصل امتى الموقف ده؟ اخوه بالظبط. وهو لازم اجيب مكانته انا بعد كده. فاكرين اول جمعه ليا في المحل لما جاب لي الفطير وقال لي بتحني؟ يوم ليك ويوم عليك. افضلي انت افضلي ده ويوم عليك. غني غني. انا هعدي اي حاجه بس انا حاسه اخد الحق. يا مالك اسطوانه بتاعت شاي تقول عليها عجانه. يوم ليك ويوم عليك. يوم. انت مش مكسوفه من مكانكم؟ انا فيك قوي قوي. ده ربنا. بقى نضف بقى عجانتك بقى وبودرك بقى. نضف طبعا ما نضفش كل الحاجات اللي انت عاملها فيها دي. افتكر لو كنت قدمت لحد والله السبت. لو كنت قدمت سبت كنت قدمت حد. احنا 8 بيضات بيضه بيضه بس احنا هنعمل نص الكميه صح؟ بالظبط كده يا فندم. فانت اعملها 4 بيضات بس. دي المقادير المكتوبه. انزل لهم مقادير تانية. مكانتك دي هتاخد كيلو؟ احنا عجنتنا كيوت كيوت كل حاجه كيوت. دي النشادر بيكنج باودر الفانيليا. والله احلى حاجه في الدنيا العيد ده هو الكحك. يا خساره. هل هينفع نرجع تاني الموروث الثقافي بتاعنا ان احنا نعمل الكحك في البيت والبسكوت في البيت؟ طيب بما ان احنا بنتكلم على العيد قرب، لسه بتشتروا لبس العيد؟ حتى مفيش على الفيسبوك. معلش معرفناش نملاه. ليه لسه بتشتري لبس العيد ليكي وللولاد ولا للولاد بس؟ سؤال مهم جدا لان انا من الناس اللي بشتري لبس العيد ليا ولبنتي. انتوا بقى بتشتروا لبس العيد ليكوا وللولاد ولا عشان الظروف دلوقتي بقى الولاد هم اللي يعني الافضليه وبعدين احنا نبقى نجيب اي حاجه؟ ايه عايز ايه؟ بتزين بتخبط خبط ايه بقى؟ انت خليت ال يوم ليك ويوم عليك. اللبن بتاعي عجانه زورت. لا حول الله يا رب. لا حول. ليه بتعذبوني بس يا جماعه؟ ليه؟ لما انتوا مش قد المطابخ بتعملوا مطابخ ليه؟ مش عارف.
بس خلاص بقى طبخنا توت فروتي. ننزل بقى كل الحروف دي اللي المكنه مش عايزه تجيبها. العجانه ورمت. يا نهار اسود انا اللي ورمت. هي عجانه. بالراحه. والله العظيم حرام عليك، والله حرام عليك. عجانه 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 كلاس. عجانه ستايل. نبت. شايف انت مليتها ازاي؟ النبي تبعد عني. انا ولا عرفت منك حاجة ده، وانا بس بغني يوم ليك ويوم عليك. انا مكسوف لك. لا والله اوعى تتكسف، انا مش مكسوفة لنفسي خالص على فكرة. ايه مالها؟ ولا حاجة. ما هي شغالة فلة اهي. فلة. اهي. ما جبتش عجنتك معاك ليه؟ دي داخلة عند ناس داخلة عند ترزي؟ لا 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 انت عارف ان داخلة على مطبخ ماشي بس بتاع الستات معرفوش في جيبه. ايوه المطبخ ده رقيق ما بنتعبش نفسنا كتير. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل يكون العجانه اشتغلت وكون هو عملها دي فخره فيه قوي قوي. احنا بقى نضفنا المطبخ بتاعنا وطلعنا العجينه وهيعمل لنا بقى هو البسكوت، وانا ايه من الحاجات اللي هو عاملها من امبارح انا هرش انا السكر، بحب انا قوي 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 اللعبه دي اهو. استنى وانتوا طيبين صح كده؟ طبعا لو عندكم مكنه البسكويت زي ما كنا بنحط نعملها على الطبليه افضل. ليه؟ بيبقى فيها مواس كتيره وفيها تغيير كتير. ايوه احنا كان عندنا واحده الامونيا. ايوه دي احنا بنقسطها كده على حسب الرغبه. كسان طيبين والله بتاع شكله حلو. ايه رايك؟ يلا بقى بنفس المصفى دي. عايز اروح اعمل العصير. ايوه انا حطيت اهو. خد عفاف على التليفون. الو الو كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه واحلى دويتو في مصر. ربنا يخليك. بتفكروني بصباح ووديع الصافي مع بعض. الله واحنا نتقارب برضه. والله يعني الواحد ما يقدرش يبقى مش عارفين البرنامج يتقفل ابدا. ربنا يخليكي والله ربنا يخليكي. انا فاتتني حته العجميه والنبي لحسن بتبوظ مني. العجميه عباره عن ايه؟ انا هقولها لك. هقول لك مقاديرها. حاضر هتنزلي على الشاشه والنبي لو سمحتي. وطريقة عملها والنبي يا زعيم. انا عشانك الزعيم. الله يخليك. الملكة على عيننا وراسنا من فوق طبعا لان هي ملكة الستات. وربنا يخليك. زعيم الرجالة. زعيم الرجالة. حاضر يا روح قلبي حالا هنقول لك المقادير من عينيا الاثنين. اي سنين. المقادير اهي. الكحك اهو ده الكحك، لكن احنا عايزين العجمية. هي عايزة العجمية. العجمية بتاعة الكحك. انا عندي في الورقة ممكن اقولها لها. بس يعني اصب العصير. انا حاطه تلج على فكره عشان كده ما تستغربوش ان هو سخن. هو مش سخن، وانا حطيته على تلج فبالتالي الموضوع بقى رائع. هو انا التفت ده ممكن استعمله تاني ولا خلاص بقى برميه؟ لا خلاص كده حلو قوي عليه. يعني ما يستعملش اكتر من مره. لا فهمت. اوكي العجميه على الشاشه اهي. طريقه عمل العجميه بتاعت الشيف شربيني. هنجيب معلقتين سمنه ومعلقتين كبار سمسم وكوب عسل ابيض واثنين معلقه دقيق، واعتقد نحطهم كلهم على بعض. مع بعض على النار. على النار كده نسخنهم. اوكي وبعد كده وبعدين كده يبقوا هم الكور الصغيره اللي احنا عملناها بالظبط كده. اوكي طب والله الكحك طلع اهو، بس عايز شوية شوية لسه. بس الكحك التاني ها بالهنا والشفا. ادي العصير بتاعنا وادي البسكوت. ده كان اهم حاجة عندنا. طلع لنا بقى خلاص. سيب دي سيب دي داخل واحدة. طلع لنا بقى هسيبها كده وطلع لنا بقى ايه عشان لازم نروح.
اللهم صل على النبي. طلع طلع طلع. طبعا شكلها بيقول هو اخد الساعة بتاع البرنامج بتاعنا بصراحة. هو هاته كده زي ما هو كده بصراحة يا شيف، شكله يفتح النفس. فين يا ابني السيرفيس؟ ولا تقدمه في سيرفيس ولا حقك عليه. لا لا اهو اهو انا جاهز، انا جاهز. انا عايز اقول لك هو مش محتاج. لا ازاي، انا احب في الطريق. احنا يا باشا كلنا تحت امر سعادتك. انا هاكل. الله ريحته حلوه قوي قوي. سيبه كده بحروق كده من فوق. والنبي سيبه كده. واو واو واو. شوفوا بقى الجمال ده. حطه بقى. يا صلاة النبي 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 يا صلاة النبي. حبيبي يا سيدنا محمد، انا بستمتع بقى بالخضار ده احسن من اي حاجة تانية. يلا بينا بقى اهو. حط الفرخة اهو. الخضار استوى اتهرك كده، عارفين انت لما تحط الشوكة كده وتطلع حتة. واو تسلم ايديك، تسلم ايديك كده. اتفضلي. يلا بينا. بصوا احنا عملنا كده على قد الايد فرخة كده، حشيناها كم قرصياية على كم قمر الدين، على حطينا الارضية بتاعتها خضار مشكل. وعملنا لكم النهاردة الكحك، وعملنا لكم النهاردة البسكوت، وبالهنا والشفا وكل سنة وانتم طيبين. بكرة ان شاء الله هنعمل لهم الغريبة ان شاء الله والبتيفور. بكرة غريبة وبتيفور، وبرده وجبة كده صغيرة عشان قد البرنامج بتاعنا. نشكركم، ميرسي جدا. ويا شربين، ربنا يديك الصحة وجيب من فضلك.